تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من راست خبري اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت في اليوتيوب، الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. جمهور برشلونه يستحق افضل من هيك. هاي الجمله اتكررت بكل لغات العالم يوم الاثنين بعد خبر اعتقال بارتوميو رئيس برشلونه السابق وثلاث من مساعديه، وذلك كنايه الى انه صوره النادي تشوهت فعلا، لان احنا بنتكلم اخر ثلاث رؤساء للانديه ذهبوا الى المحاكم، واحد منهم انسجن اللي هو روسيل، والاخر اتهم بالتلاعب بالتقارير الماليه لسنوات طويله اللي هو لابورتا، والان عندنا بارتوميو عم بيدخل بالسجن. فشو قصه بارتوميو وليش دخل السجن؟ بارسا جيت، اكيد اسم سمعتوه من قبل، هو الفضيحة المتعلقة بتعاقد نادي برشلونة مع شركة سوشيال ميديا وإدارة سمعة. هالشركة اسمها i3 Ventures، وهي الشركة كانت مختصة بإدارات حسابات النادي لسنوات، وتم التعاقد معها على خدمة إضافية هي تضخيم إنجازات الإدارة الحالية في الإعلام عبر بعض الحسابات الوهمية، وأيضا الإساءة للبعض من عناصر برشلونة السابقين اللي بيعتبرهم بارتوميو أعداء للإدارة الحالية مثل غوارديولا، تشافي، بيكي، بيول، ويقال حتى ليونيل ميسي. الإساءة ما كانت عبر تعليقات رسمية أو تحليلات إخبارية، بل عبر حسابات ميمز بتملكها الشركات، وهذا أسلوب تسويق للعلم منتشر في العالم. بعض الشركات اللي هي إدارة السوشيال ميديا بتملك حسابات أخرى أو بتشتري حسابات أخرى ذات تأثير عالي عشان تستعملها لما يطلبوها زبائنها لتحقيق بعض النتائج. طيب هل الشرطة اعتقلت بارتوميو عشان والله هاجم الآخرين أو جاب شركة أصلا مسجلة قانونيا تنتقد الآخرين؟ لا طبعا، الفكرة مش هون، الفكرة أبدا ما إلها علاقة بمين هاجم وشو هاجم. الفكرة أساسا بأنه العقد يقال انه كانت قيمته مليون يورو، ولكن سعره الحقيقي في السوق 100,000 يورو بس. وهون السؤال، ليش بيندفع 10 أضعاف قيمة عقد؟ وين كان المبلغ يروح الفرق؟ هذا الامر اكده نائب بارتوميو السابق اللي استقال مطلع عام 2020 اميلي روسو، وذلك في تصريحات خرج فيها على قناة العربية بعد اعتقال بارتوميو مباشرة. هاي المشكلة الاولى اللي هي تضخيم قيمة العقد اللي انت اشتريته فلمصلحت مين هذا التضخيم. المشكلة الثانية انه الادارة تعمدت تقسيم العقد على شكل عقود اصغر. ليش؟ في المؤسسات الكبيرة في حدود لسلطة كل شخص، مثلا رئيس النادي معاي يوقع على العقد اللي قيمته 200,000 يورو، اذا قيمته اكثر من 200,000 بصير لازم يدخل الموضوع بلجان اخرى، ممكن لجنة مالية، ممكن لجنة ادارية، كل حسب اللجان وحسب فلسفة الشركات. بارتوميو شو كان عم بيعمل؟ كان عم بيجيب العقد اللي قيمته مليون وهو سلطته واضح انها ل 200,000 ويخليه 5 عقود، كل عقد 200,000، فبالتالي هو اللي بوقع لوحده وبمشي القرار دون تعقيدات وموافقات جهات اخرى، وهذه مخالفة ادارية حقيقية في كل العالم والتفاف على التعليمات. ويقال هالاسلوب كثير كرره بارتوميو، وكانت حجته دايما اني انا بدي احافظ على سرية الاتفاقيات، ما بدي كل الناس في النادي يعرفوها، وايضا انه هذا الشيء بفيدنا بمسألة التهرب من بعض الضرائب. بكرر الموضوع ما له علاقة بالهجوم على الاساطير، الموضوع له علاقة بطريقة التعاقد مع شركة الهجوم عليهم. هذا كلام اكدته كادينا سير لما قالت ادارة غير نزيهة وفساد وغسيل اموال عبر دفع اموال بطريقة التهرب من جهاز الرقابة المالي. طبعا كانوا المتهمين 4، بارتوميو مساعده ماس فريرر حيكونوا هم اللي في المحكمة، لانه يقال حتى اللحظة جراو بونتي الثانيين تم الافراج عنهم، ويبدو هذا نتيجة براءتهم. طبعا بارتوميو وماس فريرر وافقوا يضلوا في السجن لليلة لانهم رفضوا يحكوا اي شيء امام الشرطة، لانه عندهم شك بانه الشرطة شوي منحازة ضدهم. الان الرئيس على الاغلب حيخضع للشهادة امام المحكمة، ومش واضح فعلا متى حيكون الحكم بقضيته، لكن على الأغلب مش حيتم حسمها بأيام، ولا بد من مرافعات وجلسات، وهذه القضية هي قضية اقتصادية الحكم فيها ممكن يبدأ من 6 شهور وينتهي ب4 سنين لو كرر المخالفات كثير وثبت تورطه
بهذه الجريمة لسنوات حتكون عقوبته أشد، يعني ممكن توصل أكثر من 6 شهور. أكيد جمهور برشلونة فرح بالاعتقال، لكن هناك اتهامات للشرطة الكتالونية بجعل التوقيع في وقت معين مقصود قبل الانتخابات بأيام. القضية من سنة والأدلة من سنة والشهادات وصلت بشهر حزيران آخرها للشرطة، فليش الاعتقال جاء الآن؟ الجميع بتساءل كيف يعني بعد 10 شهور الشرطة تتذكر تعتقل؟ فالكل بيعتبر انه الشرطة عم بتحاول تأثر على نتائج الانتخابات وعم بتحاول تدفع الناس للتصويت نحو شخص معين. البعض في الإعلام قال ربما تخدم هذه المسألة لابورتا اللي معروف بعدائه المطلق لجماعة بارتوميو وروسيل. هذه هي القصة حتى الآن، من سنة نشوف شو بصير مع بارتوميو، لكن الأكيد انه أكثر شخص خسران في الموضوع كله مشجع برشلونة اللي أسيء لسمعة نادي بشكل واضح مع مخالفات قانونية متكررة مع كل رئيس عم يمسك هالنادي. نوصل هون لنهاية حلقة رصد خبري، بذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.